في مشهد غير متوقع هز القلوب وأخرس الألسنة، تقف طفلة مسلمة صغيرة أمام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لتلقي عليه كلمات جريئة هزت كيانه وأبكت عيون الحاضرين. إنها ليلى، تلميذة بريئة من تل أبيب، لم تتجاوز 10 سنوات، ولكنها تحمل في قلبها هم أمة بأكملها. خلال زيارة نتنياهو لمدرستها بعد زلزال مدمر، فاجأته بكلمات صادقة لم يتوقع أن يسمعها. لم تكن مجرد كلمات عادية، بل كانت رسالة قوية من صوت البراءة والمظلوم إلى العالم بأسره. في هذا الفيديو سنروي لكم تفاصيل هذه اللحظة المذهلة وكيف وقفت ليلى بشجاعة لا توصف لتلقن رئيس الوزراء درسا لن ينساه أبدا، عن العدالة والمساواة وعن قوة الحق أمام الظلم. تابعوا معنا لتعرفوا كيف تحولت طفلة صغيرة إلى رمز لصوت الحق في مواجهة أقوى سلطة على وجه الأرض. خلال جولته التفقدية في إحدى المدارس التي تضررت بسبب الزلزال في وسط إسرائيل، دخل نتنياهو إلى فصل دراسي ليجد نفسه أمام مجموعة من التلاميذ الصغار. وبينما كان يسألهم عن أحوالهم وأحلامهم، توقف عند طفلة جالسة في الصف الأمامي ووجه لها السؤال بشكل عفوي: ما هو اسمك؟ أجابت الفتاة بصوت واضح وثابت: اسمي ليلى، أنا مسلمة ومن أسرة تؤمن بالعدل، وأنا غاضبة منك. تفاجأ نتنياهو من إجابة الطفلة الصغيرة، فأكمل حديثه وهو يشعر بالدهشة: ولماذا أنت غاضبة مني يا ليلى؟ فردت عليه بلهجة ملؤها الحزن والغضب معا: لأنك تتحدث عن الأمن والسلام، بينما هناك من لا يعيش هذا الأمن بسبب قراراتك. صمت الحضور للحظة وأصبحت القاعة هادئة تماما، لكن ليلى لم تتوقف عند هذا الحد، بل تابعت بجرأة: أنت هنا تتحدث عن بناء المدارس، لكن ماذا عن الأطفال الذين يفقدون مدارسهم بسبب القصف والدمار؟ هناك أطفال يعيشون في خوف وأنت تعرف ذلك. واصلت ليلى حديثها المباشر مع نتنياهو قائلة: ألم تدرك أن كل هذه الأزمات التي نواجهها، سواء كانت طبيعية أو إنسانية، هي تذكير بأن العدالة يجب أن تكون للجميع؟ الناس أدركوا أن العالم يجب أن يكون أكثر عدلاً، وأن القادة الكبار مثل حضرتك يجب أن يتحملوا مسؤولية أكبر. كانت كلمات ليلى كالسيف، وقفت وحدها تدافع عن مبدأ العدل. وقفت ليلى بشموخ وكأنها تحمل ثقل العالم على كتفيها، لكنها لم تتراجع لحظة عن موقفها. تابعت حديثها بنبرة ثابتة: يا سيدي، أليس من واجب القادة أن يكونوا قدوة في نشر العدالة والإنصاف؟ كيف يمكن للناس أن يؤمنوا بالسلام إذا لم يروا أن القادة يحققون العدالة؟ الأطفال الذين مثلي لا يريدون سوى فرصة ليعيشوا بسلام، أن يلعبوا في الحدائق دون خوف، أن يذهبوا إلى المدارس دون أن يخشوا أصوات الانفجارات. نتنياهو الذي اعتاد على أسئلة الصحفيين والسياسيين المحنكين، بدا للحظة مشوشا أمام شجاعة هذه الطفلة الصغيرة. فاجأته صراحتها وحديثها المباشر عن أمور تجنب كبار القادة الخوض فيها. حاول الرد بصوت هادئ: يا ليلى، نحن نحاول دائما تحقيق الأمن لجميع المواطنين. الأمور ليست بهذه السهولة، هناك تحديات كثيرة تواجهنا. لكن ليلى لم تتراجع، بل قطعت عليه حديثه قائلة: الأمن الحقيقي لا يتحقق بالقوة، بل بالعدالة. الأطفال الذين يعيشون في الخوف لن ينسوا ما حدث لهم، ولن يتعلموا سوى الكراهية إذا لم يشاهدوا تغييرا حقيقيا في حياتهم. الأمن يعني أن تعطي كل إنسان حقه، أن يشعر كل طفل بأنه محمي وله مستقبل آمن. في هذه اللحظة تحول الصمت في القاعة إلى حالة من التوتر، وبدأ الجميع يتابع ما سيقوله نتنياهو.
ولكن بدلا من أن يجيب على الفور توقف لبرهة، وكأن كلمات ليلى كانت تفتح له نافذة لم يكن قد نظر من خلالها من قبل. وجه نظره نحو الطفلة التي لم تتجاوز العشر سنوات، لكنه شعر بأن ما تحمله من شجاعة ووعي فاق عمرها بكثير. ليلى لم تكن مجرد طفلة تتحدث باسم نفسها، بل كانت تعبر عن آمال وأحلام الآلاف من الأطفال الذين يتوقون لحياة أفضل، والذين يريدون رؤية قادتهم يعملون من أجل مستقبل أكثر إنصافا وعدلا. في هذه اللحظة كانت ليلى رمزا للحق، صوتا جريئا أمام أحد أقوى القادة في العالم. مع نهاية اللقاء كانت هناك نظرات متباينة بين الحاضرين، البعض شعر بالذهول من جرأة الطفلة، والبعض الآخر بدن عليه التأثر العميق. أما نتنياهو فرغم أنه حاول الحفاظ على رباطة جأشه، إلا أن أثر كلمات ليلى بدا واضحا على ملامحه. عندما غادرت ليلى القاعة لم تكن مجرد طفلة عادية بعد الآن، أصبحت رمزا للشجاعة، صوتا لا يمكن إسكاته، رسالة قوية بأن العدالة تبدأ بالكلمة، وأن الأطفال الذين يبدو أنهم ضعفاؤهم في الحقيقة أقوى مما يتصور العالم. بعد أن غادرت ليلى القاعة ظل الصمت يخيم على المكان لبرهة. الجميع كان يفكر في كلماتها الجريئة التي لم تكن مجرد رسالة عابرة، بل كانت صرخة مدوية في وجه الظلم. بينما كان نتنياهو يستعد للرد على أسئلة الصحافة، بدا وكأنه يفكر بعمق، وربما لأول مرة، في تأثير قراراته على حياة الأطفال الأبرياء الذين لا يعرفون شيئا عن السياسة، لكنهم يعيشون نتائجها يوما بعد يوم. وبينما تفرق الحضور كانت قصتها قد بدأت تنتشر بسرعة بين الناس، وأصبحت ليلى رمزا عالميا، ليس فقط في إسرائيل بل في كل مكان. وسائل الإعلام بدأت تتناقل الحادثة، ليس فقط لما قالته، ولكن للجرأة التي أظهرتها. كيف استطاعت طفلة صغيرة أن تضع أقوى زعيم في العالم في موقف حرج، وتحدثت عن العدالة وكأنها محامية عن حقوق الإنسانية جمعاء؟ على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر فيديو ليلى كالنار في الهشيم، الملايين شاهدوه وأعجبوا بشجاعتها. وبدأ الناس من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية يشاركون الفيديو ويعلقون عليه، مشيرين إلى أن ليلى لم تتحدث فقط باسم الأطفال، بل باسم كل من يشعر بالظلم في هذا العالم. حتى في الأوساط السياسية بدأت تثار نقاشات حول ما قالته ليلى. لم يعد الأمر مجرد زيارة مدرسية عادية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بل تحول إلى جدل حول القضايا الأخلاقية التي أثارتها الطفلة. كان هناك من يدعو للاستماع إلى كلماتها بجدية، معتبرين أن حديثها يجب أن يكون إلهاما للقادة في العالم للنظر بعمق في قراراتهم وتأثيراتها. أما ليلى فقد عادت إلى حياتها اليومية كطفلة، لكنها لم تكن كما كانت